طب نفسيتنا بقى يا دكتورة في ظل هذا الواقع، أنا عايزة يبقى عندي سلام نفسي، مش عايزة يبقى عندي حقد ولا شماتة ولا غل ولا أي حاجة وما تقولي ليش ولا ما اشتركش فضول. في فيسبوك عشان مش هعرف الاخبار وهبقى منقطع عن العالم، والله العظيم لا ده مش مش هنقدر يعني مش هنقدر. نعمل إيه علشان يبقى عندنا ثبات نفسي كده وبنقول الحمد لله وراضين مهما كان، وأنا معاك تماما في كل اللي حضرتك قلته، يعني ده تشخيص رائع بس ده واقع، إحنا نعمل إيه؟ نتصالح إزاي عشان ما نصبحش مرضى؟ طيب اللي انا هقدر اقوله برضو اللي برضو متوجهه بيه للي بيعلموا الاطفال او اللي بيشوفوا الاطفال في نموهم، ان هم يفتحوا لهم افاق ويخلوهم يعرفوا يشوفوا نفسهم وتقديرهم لذاتهم. كل ما كان تقديرك لذاتك ان انت تبقى حاسس انك بتصنع الشيء اللي ليه تقدير وليه مقام مهم للبشريه، كل ما كان رضاك عن نفسك حتى لو كان الاخرين بيكسبوا مكاسب. فالنظرة دي هي النظرة الأصيلة في إنه الناس تفضل في ثبات. التجربة التانية اللي هحكي عليها كأنها هي دي بالظبط. إيه بقى؟ برضو أطفال برضو في الابتدائي ودخلوا قالوا لهم إنه عايزين نقسمكم اللي عايزين 3 شغلانات تعملوها. مين اللي في المجموعة اللي هتشتغل إنها تركب الترابيزات دي، ترابيزات مفكوكة أوكي. وبيركبوها. فمجموعة قالت إحنا، ومجموعة تانية قالوا لهم عايزين يقروا كتب ويعملوا لنا اختصار لكل كتاب. أوكي. فمجموعة قالت احنا، والمجموعة الثالثة عايزين مجموعة يقضوا مثلا 6 ساعات، كل مجموعة هتقضي 6 ساعات وفي النهاية هيقيموا العمل. المجموعة الثالثة عايزين مجموعة ياخدوا الديول دي ويركبوها لأصحابهم في الخباثة. في الخباثة. فمجموعة قبلت إنها تعمل الشغلة دي. أنا زمان كنت من مجموعة يعني. ليه كده؟ أنا بس حبيت أقول لكم يعني. عشان تعرفوا، لا عشان لا لا تعرفوا أنا ليه اتجنن، ليه اتجنن. وكنا أنا مش عارفة بتلبسة. أكمل التجربة كده مفيش عليك. لا قولي براحتك يا أختي. أنا آسفة افتكرت. طيب جم بعد 6 ساعات والمفروض إن هما يتكافئوا جميعاً. فقالوا لهم مفيش مكافآت على فكرة، وإنه المكافآت ما جاتش. زعلوا جدا كلهم، فقالوا لهم طب خلاص نعمل إيه علشان نسترضيكم؟ اللي عملوا الترابيزات ياخدوا الترابيزات. أوكي. فهديوا، واللي عملوا الكتب خلاص ممكن تاخدوا الكتب. ده زعلوا شوية، زعلوا شوية. يعني النسبة بتاعت الغضب طبعا كانت فيها اللي قروا الكتب دول اكتر شويه في الغضب من اللي اخدوا الترابيزات. اما بقى العيال التانية اللي كانوا بيركبوا الديول فدول ما لقوش حل، اصلا هياخدوا ايه؟ يولعوا فما لقوش حل غير انهم يولعوا فيهم فعلا. فراحوا عشان يكسروا لهم الترابيزات. مفيدة نجت من الولعة دي، نجت من هذا الحمد لله. انا كنت الباراشوت اللي عدى.